واشنطن تقيم صراعا طويلا في السودان، وبايدن يجهز لائحة عقوبات ضد من يزعزع الاستقرار. تقرير أمريكي يفسر لماذا فشلت واشنطن في دفع الخرطوم نحو الديمقراطية. انتهاء حالة التأهب الجوي في كييف وإسقاط مسيرة قرب قصر زيلينسكي. زيلينسكي يستبق رد بوتين على مسيرات الكرملين بطلب محاكمته في لاهاي. مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج 19 تمتد على مدى ساعتين، نناقش فيها أهم أحداث اليوم، والبداية مما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن بوصفه العنف والاقتتال الدائر في السودان بالمأساة والخيانة لمطلب الشعب السوداني بحكومة مدنية والانتقال إلى ديمقراطية. بايدن دعا في بيان إلى وقف دائم لإطلاق النار بين الأطراف المتحاربة، وأوضح أن هذا العنف الذي بدأ خلال شهر رمضان أمر غير معقول يجب أن ينتهي. ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة تستجيب لهذه الأزمة الإنسانية، وهي على استعداد لدعم المساعدة الإنسانية عندما تسمح الظروف بذلك. إلى ذلك كشف بايدن أنه أصدر أمرا تنفيذيا جديدا بيوسع السلطات الولايات المتحدة للرد على العنف الذي بدأ في 15 من إبريل بفرض عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام والأمن والاستقرار في السودان وتقويم أو تقويض التحول الديمقراطي باستخدام العنف ضد المدنيين أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبموجب هذا الأمر فإن واشنطن ستحظر جميع الممتلكات والمصالح الموجودة في الولايات المتحدة للأشخاص المتورطين في زعزعة استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي هناك. وفق بيان آخر نشره البيت الأبيض فصل فيه الإجراءات التي أقرها بايدن. سلاح الإشارة، سلاح الإشارة ساعة 1242، مركبات العدو التي فر منها الآن بدأ التجميع. ده دفعة أولى، دفعة أولى لمركبات العدو استلمناها حية والباقي مدمر خارج السلاح، وباقي حي نرسل عربات ومركبات عشان تجرها. نطمن الشعب السوداني إنه منطقة بحري مؤمنة، والعدو الآن خسائره كبيرة جدا جدا، هرب وترك جرحاه وقتلاه في الطرقات. قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية إن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع سيطول على الأرجح، لأن كل منهما يعتقد بأنه قادر على تحقيق الانتصار العسكري. وأضافت في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ أن كلا الجانبين ليس لديه حوافز تذكر للعودة إلى طاولة المفاوضات. بحسب تحليلنا من المرجح أن يستمر القتال في السودان بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، حيث يعتقد الطرفان أنهما قادران على الانتصار عسكريا ولديهما القليل من الحوافز للجلوس إلى طاولة المفاوضات. كلا الجانبين يبحثان عن مصادر خارجية للدعم، والتي إذا نجحا في تحقيق ذلك فمن المرجح أن يؤدي هذا الأمر إلى تفاقم الصراع وخلق إمكانية أكبر لتحديات غير مباشرة. ومن أم درمان تنضم إلينا الصحفية فاطمة إبراهيم المصباح. أهلا بك فاطمة إلى 19، لو تطلعينا على الأوضاع الميدانية الآن في أم درمان وفي الخرطوم بشكل عام. كريستيانو وكل متابعي شاشة قناة الحدث،
تجدد الشبكات في مدن العاصمة الخرطوم مع بدء سريان الهدنة السابعة محيط القيادة العامة مطار الخرطوم القصر الجمهوري. كل هذه المناطق تجددت بها الشبكات وكانت عنيفة صباح هذا اليوم. إما أم درمان في الملازمين محيط الإذاعة والتلفزيون منطقة ود البشير ومحيط أيضا مستشفى الصخمي وسوق الشعبي بالتزامن طبعا مع تعليق مع تحليق الطيران العسكري وسماع مضادات أيضا للطيران. كل هذا يحدث في ظل تجدد الهدنة وعدم أيضا وجود ممرات آمنة بالنسبة للمواطنين في العاصمة الخرطوم. طيب بما أنك ذكرت المواطنين، يعني هل هذا الهدوء الذي يعني طبعا دائما هناك اشتباكات ولكن هناك هدوء حذر دائما تتحدثون عنه، هل ينسحب ارتياحا على المواطنين ويترجم استئنافا لحياتهم الطبيعية أم لم تعد الأمور إلى طبيعتها بعد؟ نعم، هناك عدد من المناطق لم يعني تعود الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل ولكن ربما بشكل جزئي في عدد من المناطق التي تشهد هدوء، ولكن المناطق التي تتجدد بها الاشتباكات المواطنين يعني محبوسون داخل منازلهم ولا يستطيعون أيضا حتى شراء احتياجاتهم اليومية، فبالتالي عدد أيضا ما زالت من المحال التجارية هي مغلقة تماما حتى التي تعمل بإمكانيات ضعيفة. الجدير بالذكر يعني كريستيان، هذه الاشتباكات لن تتوقف فقط في العاصمة الخرطوم، واحدة من المدن والولايات التي كانت تشهد هدوء وأمان وقصد كثير من يعني النازحين إلى مناطق أو ولايات السودان الآمنة هي ولاية شمال كردفان، تحديدا مدينة الأبيض التي تقع في وسط ولاية شمال كردفان. الآن تشهد اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تساقطت الدانات والغذائف على المنازل والجرحى يصعب نقلهم إلى المستشفى، كما ذكر لي شهود عيان متواجد الآن بمدينة الأبيض. أيضا عدد القتلى والإصابات من بينهم أطفال. إذن يعني أصبحت الاشتباكات كريستيان تتمدد في عدد من يعني ولايات السودان الآمنة، وهذا أيضا ما يعني يثير القلق لدى كثير من المواطنين الذين قصدوا هذه المناطق. طب بهذه الحالة فاطمة، عندما يسمع المواطنون بالمبادرات السياسية الإقليمية والدولية إمكانية إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، كيف يتلقفون هذه الأخبار؟ هل يعولون عليها أم يعني أن ما يرونه وما يسمعونه يطحد كل هذه المؤشرات الإيجابية؟ نعم، ربما هناك انقسام بين المواطنين، منهم من يريد العودة لطاولة الحوار ووقف الحرب، ومنهم من لا يريد ذلك، يريد أن تنعم العاصمة الخرطوم بالأمن والأمان وينتصر أيضا الجيش السوداني الذي يعني يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في العاصمة الخرطوم، فبالتالي الذين أيضا يعانون من هذه الحرب ومن ويلات الحرب ينادون بلال الحرب، وأيضا الجزء الآخر يتحدث عن عودة يعني أطراف النزاع إلى طاولة الحوار ووقف الحرب فورا. هذا ما يحدث الآن في شوارع العاصمة الخرطوم، وأيضا رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتناولون عدد من الفيديوهات التي أيضا تثير القلق والخوف، خاصة حالات السلب والنهب يعني انعدام في الماء والكهرباء وأيضا المواد الغذائية أصبحت شبه معدومة في عدد كبير جدا من مناطق العاصمة الخرطوم. شكرا جزيلا لك الصحفية فاطمة إبراهيم المصباح على كل هذه المعلومات، كنت معنا من أم درمان عبر الهاتف، شكرا لك. الديمقراطية لن تأتي على ظهر دبابة، هذا ما لم تفهمه إدارة بايدن في تعاطيها مع الملف السوداني بتفضيلها التعامل مع جنرالين بدلا من تمكين قادة مدنيين من الحكم.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية رأت بتعامل واشنطن مع جنرالين متنافسين بدلا من منح السلطة إلى إدارة مدنية أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب دامية، وهذا ما يتعارض مع ما كانت ترمي إليه السياسة الخارجية للرئيس بايدن بتعزيز الديمقراطيات وإضعاف القادة الفاسدين لتحصيل دول لتحصينها كالسودان مثلا ضد تأثير الصين وروسيا. وكنتيجة متوقعة لهذه السياسة فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في دفع السودان نحو الديمقراطية المزعومة وقادته نحو حرب راح ضحيتها المئات ونزح مئات الآلاف. وكان الخطأ الجسيم وفقا لنيويورك تايمز في قبول واشنطن مطالب الجنرالين غير المنطقية ومعاملتهما كفاعلين سياسيين طبيعيين. وبما أن إدارة بايدن كانت ساذجة بشأن نوايا اثنين من الجنرالات المتنافسين، قالت الصحيفة إن الكونغرس طالب في الوقت الحالي بتعيين مبعوثين خاصين إلى السودان. واعتقد الأمريكيون أن الخرطوم على وشك التوصل إلى اتفاق اختراق من شأنه أن يدفع انتقال البلاد من العسكرية إلى الديمقراطية الكاملة والوفاء لمطالب ثورة 2019. وبنبرة ساخرة تحدثت نيويورك تايمز عن الدبلوماسيين الأمريكيين الذين شاركوا في مفاوضات الاتفاق الإطاري ثم أغلقوا سفارة بلادهم وفروا من الخرطوم مع احتدام حدة المعارك. وتساءلت عما إذا كانت واشنطن قد أخطأت في تقدير مدى صعوبة إدخال الديمقراطية في بلد له تاريخ طويل من الحكم العسكري ومخاطر التفاوض مع رجال أقوياء. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية. أهلا بك دكتور وليد. إلى 19 بحسب تقرير نيويورك تايمز فإن ما يحدث في السودان اليوم نوعا ما هو نتيجة السياسة الأمريكية التي فضلت التعاطي مع جنرالين على التعاطي مع قوى مدنية، وبالتالي هذا ما أدى إلى عدم السلاسة في تحول البلاد من العسكرية إلى الديمقراطية، وخصوصا أنها يعني عاشت عقود تحت الحكم العسكري. هل تعتقد بأن الولايات المتحدة قامت بذلك عن قصد وكانت تعتقد بأنه يمكنها ترويض الجنرالين، أم يعني رأت فيهما بديل عن القوى المدنية؟ أن أعود إلى نيويورك تايمز ومقالها لأنه ذلك يعطي المشاهدين صورة عن النقاش السياسي الحاد داخل واشنطن، يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال الأول أنه نيويورك تايمز كان بمقدورها أن تنشر هكذا مقال منذ خريف 2019. تراجعنا الأرشيف، ليس هنالك من أي مقال يحذر الإدارة الماضية، يعني إدارة ترامب والإدارة الحالية، أنه إذا لم تدعموا هذه الحركة الديمقراطية سوف تكون هنالك حرب أهلية. هذا لم يكن موجودا. هي يعني رياكشن، ترد على ما يجري، على ما يجري، وتحاول أن تحمل مسؤوليات، وهذا مفهوم. تاريخيا في العام 2019 الإدارة هنا كانت في حال صراع سياسي داخلي مع الكونغرس، رأيناها وعشناها سوية، ونفس الشيء 2020. إذن بين بذوغ هذه الثورة وسنتين من حياتها لم تكن هنالك سياسة أمريكية يعني رسمية لدعم الثورة، كان هنالك نوع من فوضى هنا في السياسة الخارجية في واشنطن. سياسة الرئيس أو سياسة إدارة الرئيس بايدن منذ العام 2021، إذا نظرنا إقليمياً ونفهم ماذا يجري في السودان، كانت تضع أولويتها على تسليم أفغانستان للطالبان. يعني إذا أرادت نيويورك تايمز أن تنتقد فلتبدأ بانتقاد ما جرى في أفغانستان، وكانت هذه السياسة يعني تعطي الأولوية للاتفاق النووي الإيراني ولم تقم بشيء بالنسبة للشعب الإيراني. إنه العملية مش مسألة عقيدة والتزام، مسألة مصالح. الآن وزارة الخارجية قد ترد على مقال النيويورك تايمز وتقول ماذا تريدوننا أن نفعل الآن؟ هنالك حرب أهلية بين قوتين عسكريتين، كيف يمكن أن نذهب الآن إلى التيار الديمقراطي الذي غير قادر أن يجتمع بأي بناء من خرطوم؟ إذن في واقع الآن ما أعطي نقطة للنيويورك تايمز
أنه فعلا لم تكن هنالك سياسة أمريكية جدية في دعم الديمقراطية على صعيد العمق الثقافي. يعني لم تكن هنالك متابعات فولو أبس مع المجتمعات المدنية، دور الإمرأة. وآخر نقطة لو سمحتي وقد أطلت عليك في جوابي، يعني جزء من السياسة الأمريكية للوزارة الخارجية لدعم هذه المجتمعات المدنية كانت مشروطة بماذا؟ بشرط أن يطبق نظرية الووك. يعني كل ما يحصل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، إذا رأينا في أفريقيا أو السودان، بدلاً أن يعزز الديمقراطية ضد المستبدين والمتطرفين، كانوا يفرضوا على هؤلاء الليبراليين أن يتبعوا النظام أو المنظومة الووك، وهي لا يفهمها لا الشرق الأوسط ولا أفريقيا. هذا بملخص لو سمحت. طيب، ولكن دكتور وليد، يعني لماذا تم التعاطي أو تفضيل التعاطي مع البرهان ومع أحمدتي؟ هل لأنه باعتقاد الولايات المتحدة يتعاطون مع الجهة الأقوى، مع الأمر الواقع، أم لأنها لم تكن ترى بالقوى المدنية بديلا لهما؟ وخصوصا بأنه يعني نعلم أو ما تسميه أطراف المعارضة بالانقلاب حدث بعد أن غادر المبعوث الأمريكي بوقتها من اجتماع مع البرهان. على الصعيد السياسة العامة لوزارة الخارجية، لأنه لكل وزارة عندها أولويات، نحن نعرف البنتاغون أولويته القوات المسلحة والعلاقة معها، CIA أو وكالة الاستخبارات المركزية يهمها من هو مع وضد الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت روسيا موجودة أو غير موجودة. سياسة دعم المجتمعات الديمقراطية هي وزارة الخارجية. وزارة الخارجية كان عندها أساساً وفي عندها ميزانية لدعم حركات التطور الديمقراطي والإطار وإلى ما هنالك، ولكن كان عليها أن تأمن جنب القوى العسكرية. يعني ثورة السودان في 2019 لم تنهي المؤسسة العسكرية، فتحت ذراعها للمؤسسة العسكرية أن تكون معها في عملية التغيير. وبعد ذلك حصل اشتباك، حصلت حرب أهلية نراها الآن بين قيادتين كبيرتين في القوات المسلحة. أنا لا أرى أنه كان هنالك خيار آخر لوزارة الخارجية أو السياسة الخارجية من أن تؤمن ظهر الثورة مع علاقات متميزة ومتوازنة مع القوات العسكرية من جيش وقوات دعم سريع من ناحية، بانتظار أن تعزز دور القوات المدنية. وللأسف وقد رأيناها هذه القوى المدنية هي نفسها انقسمت على بعضها البعض. الموضوع ليس سهلا في بناء الديمقراطيات كما تفضلت سيدتي. طيب، هذه النقطة تحديدا دكتور وليد، فيما لو أخذنا كل الأمثلة في المنطقة، ما حدث في السودان قبلها في سوريا، ما حدث في العراق، ما حدث في أفغانستان، هل يمكن أن يغير من نهج الولايات المتحدة بفرض الديمقراطية على مجتمعات غير مهيئة بعد لها؟ هذا السؤال مهم، لأن هنالك اعتقاد بالمنطقة أن السياسة الماضية للولايات المتحدة الأمريكية كانت بفرض الديمقراطية، يعني أيا يكن الثمن. عمليا أكانت في أفغانستان أو العراق أو غيرها، الأسباب الاستراتيجية الأساسية لم تكن الديمقراطية، كانت جيوسياسية وتوازنات. ولكن عندما وجدت نفسها على الأرض، بدأ المجتمع الأمريكي يقول للإدارة، الإدارات الماضية والإدارة الحالية، إذا أنتم متواجدين في بلد غريب في الشرق الأوسط له ثقافات إلى ما هنالك، فلماذا لا تحاولوا أيضا أن يكون لكم الهدف الثاني، وهو فرض الديمقراطية أو عرض الديمقراطية أو تمويل الديمقراطية. أنا باعتقادي ما يجري الآن ومنذ العام 2021، يعني من أفغانستان إلى إيران والآن إلى السودان، سوف يهز مشاعر الرأي العام الأمريكي في الانتخابات المقبلة لإيجاد سياسة بديلة لهذه السياسة. المشكلة أين سيدتي؟ أن الرأي العام الأمريكي ليس مثقف وليس عارفا كثيرا بتفاصيل ما يجري. يعني يعرفون مثلا دقائق الأمور في إسرائيل في السياسة الإسرائيلية أو البريطانية، ولكن ليس هنالك معرفة لأسباب عديدة، منها الإعلام ومنها الأكاديمية، بحياة السياسية للمجتمعات من لبنان إلى أفغانستان إلى السودان بتقديري. طيب، اليوم القرار الذي اتخذه بايدن بفرض عقوبات على ما يقول بأنهم يعرقلون الانتقال الديمقراطي، والعقوبات تتمثل بتجميد أصولهم في واشنطن وغيرها، هل تعتقد بأنه يمكن أن يكون لها أي تأثير؟ سأكون صريح أكثر من اللزوم الآن وأصفها بأنها نسمات بوجه عاصفة. يعني إذا وضع بعض الأطراف، بعض الأعضاء حتى لو كانوا مسؤولين في السودان وفي المؤسسات العسكرية أو غيرها تحت العقوبات،
يعني يجب أن ننتظر 5 إلى 10 سنوات لنرى تأثيرا، أو 3 سنوات لنرى تأثيرا على هؤلاء إذا كانوا في مناصبهم بعد. أما أن يؤثر ذلك على إيقاف الحرب الأهلية، هذا هو الهدف الأول، إيقاف الحرب الأهلية، منع التدخل الخارجي. لقد كان لي مقالا هذا الأسبوع يكشف أن هنالك على الأقل 4 قوى خارجية مستعدة أو هي في إطار أن تدخل إلى السودان. المعاقبة أو العقوبات أو الإجراءات الإدارية إدارة بايدن حتى الآن تقول لنا أن الأساس ليس في السودان، الأساس في أماكن أخرى في الشرق الأوسط، وعلينا أن نقوم شيئا ما بالنسبة للسودان. أنا متشائم شخصيا. شكرا جزيلا لك الدكتور وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا لك. أهلا بك سيدتي. التاسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا رسائل المسيرات متواصلة بين موسكو وكييف. نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. ينضم إلينا مراسل الحدث. نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة. كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية؟ السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران. العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول الميليشيات الحوثية. ما الذي تريد ميليشيا الحوثي أن تحققه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أقف الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة. ما أبرز ما تم حتى الآن؟ ميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب. هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيا الحوثية وبقي صامداً رغم الضربات المكثفة. هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حد هو مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيا الحوثية على الأرض في الداخل اليمني؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. جديد، أفاد مراسل الحدث بأن حالة الإنذار الأمني في العاصمة الأوكرانية كييف انتهت بعد أن أسقطت الدفاعات الجوية مسيرة حلقت في ضواحي العاصمة دون خسائر. وقال مراسل الحدث إنه سمع دوي انفجارات في العاصمة قبل أن تؤكد الإدارة العسكرية تفعيل الدفاعات الجوية للتعامل مع أهداف في سماء كييف. دعا الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي من لاهاي إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على غزوها لبلاده، مطالبا بتحقيق عدالة واسعة النطاق عبر القانون، رافضا فكرة الإفلات الهجين من العقاب. زيلينسكي أكد أيضا أن روسيا يجب أن تتحمل المسؤولية كاملة في حربها في أوكرانيا. وصفت الولايات المتحدة الاتهامات الروسية لها بالوقوف وراء هجوم الكرملين بالكاذبة، وذلك بعد أن قالت موسكو إن قرارات القيام بمثل هذه الأعمال تتخذ في واشنطن في وقت دعا الاتحاد الأوروبي إلى عدم اتخاذ الحادث ذريعة لتصعيد الحرب من جانب روسيا. كرة ثلج الأزمة الأوكرانية تكبر يوما بعد يوم. حادث المسيرتين فوق قصر الكرملين صب الزيت أكثر فوق نيران الحرب المشتعلة أصلاً.
موسكو وبعد اتهامها لكييف بمحاولة اغتيال بوتين صعدت اللهجة أكثر. الخارجية الروسية توعدت برد يكون بحجم التهديد. سهام الانتقاد الروسية اتجهت مباشرة نحو الولايات المتحدة، فقرارات القيام بمثل هذه الأعمال تتخذ في واشنطن وليس كييف التي تنفذ، يقول الكرملين. مثل هذه القرارات وتعريف الأهداف وتعريف الوسائل، كل هذا تمليه واشنطن على كييف. أوكرانيا نفت الاتهامات الروسية جملة وتفصيلا ووصفتها بالكاذبة، فروسيا اختلقت الهجوم لكونها تعلم أنها خسرت الحرب، والكريملين يستغل هذه الرواية لتحفيز جنوده على الاستمرار في الحرب ومقدمة لعمل عسكري شامل وفق كييف. أما زيلينسكي فحاول القيام بهجمة مرتدة من داخل مقر محكمة الجنايات الدولية بلاهاي عبر المطالبة بمحاكمة الرئيس الروسي. تجب معاقبة بوتين على أفعاله هنا في عاصمة القانون الدولي. حليف أوكرانيا الاتحاد الأوروبي دعا إلى عدم استخدام هجوم الكريملين ذريعة لتصعيد الحرب. ندعو روسيا إلى عدم استخدام هذا الهجوم المزعوم ذريعة لمواصلة هذا التصعيد للحرب. أكبر داعم لكييف سياسيا وعسكريا الولايات المتحدة أبدت تشكيكها فيما يقع. البيت الأبيض قال إنه ينظر بعين الريبة لكل ما يصدر عن موسكو، في وقت أشارت الأمم المتحدة إلى أنه لا يمكن تأكيد المعلومات الروسية عن هجوم أوكراني على الكريملين. بلال البجديني، الحدث. إنشاء محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة لملاحقة جرائم العدوان الروسية يسمح بالالتفاف حول حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية متخصصة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أوكرانيا، ولكن ليس جريمة قيادة العدوان في حالة روسيا. غير أن أسئلة جدية تطرح حول جدوى هذه المحكمة وشرعيتها، وما إذا كانت ستنتهي بمحاكمة الكريملين أو كبار المسؤولين العسكريين. وتتمثل أولى العقبات أمام إنشاء مثل هذه المحكمة في الإدارة السياسية، ذلك أن الأمر يتطلب دعما دوليا لمقاضاة حرب تشن في أوروبا. وتبدو الجمعية العامة للأمم المتحدة السبيل الوحيد للحصول على دعم الأمم المتحدة لإنشاء هيئة قضائية، حيث أن موسكو ستستفيد من مقعدها الدائم في مجلس الأمن الدولي لاستخدام حق النقد ضد أي مقترح مماثل. ويبرز التحدي التالي في توقيف مشتبه بهم، حيث تقتصر جريمة العدوان على كبار المسؤولين في روسيا. وقالت موسكو إنها لن تعترف بمثل هذه المحكمة التي لن تتمتع بالشرعية. من المرجح أن يكون فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين في مأمن من الاعتقال والمحاكمة على الأقل أثناء وجودهم في المنصب، وربما حتى بعد ذلك. حتى إذا كانوا سيغادرون روسيا، فإن الدول الأخرى ستكون ملزمة باحترام حصانة هؤلاء الأشخاص، موضحة أن هذه المسألة تقع في صلب نقاش ساخن. ويمكن الالتفاف على هذه العقبة إذا أمر مجلس الأمن الدولي جميع الدول بالتعاون، كما كان الحال في قضية المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير. ولكن هذا الأمر سيواجه أيضا بنقد موسكو له. ومن الممكن جدا أن تكون هناك محاكمة من دون أي متهمين محتجزين، غير أن المحاكم الغيابية قد تخلق مجموعة كاملة من المشاكل. Get it, boys.
من باريس ينضم إلينا فراس الحاج يحيى الباحث في القانون الدولي، ومن موسكو ينضم إلينا الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فاتشسلاف ماتوزوف، ومن كييف ينضم إلينا مدير تحرير موقع أوكرانيا اليوم محمد العروقي. أهلا بكم جميعا إلى 9:10. أبدأ معك سيد فراس فيما يتعلق بالشق القانوني من إمكانية إنشاء محكمة خاصة يعني ما يسمى بجرائم العدوان الروسي. من الناحية القانونية هل هذا ممكن؟ يمكن الالتفاف بطريقة ما على واقع بأن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن وبالتالي يمكنها استخدام حق الفيتو؟ تحياتي لحضرتك والسادة الضيوف المشاهدين. إذا أردنا أن نتحدث عن جريمة العدوان وهي التي يتم الحديث عنها اليوم، هي عموما تعتبر كجريمة، نتحدث عن جريمة العدوان هي ضمن اختصاص محكمة العدل الدولية، بالتالي هي المحكمة منذ تأمين شاء هي ضمن ميثاقة تندرج جريمة العدوان، حيث يحق لأي دولة أن تقدم بشكوى ضد دولة أي دولة أخرى ترتكب جريمة العدوان، لكن لم تتقدم إلى الآن أوكرانيا بهذه أمام يعني بادعاء أمام محكمة العدل الدولية، إنما تقدمت عام 2014 بادعاء أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها موسكو بدعم الانفصاليين الموالين لها الذين يقاتلون في شرق أوكرانيا. بالعودة إلى المحكمة يتم الحديث عنه عن المحكمة الدولية الخاصة، لابد هنا لنا أن نؤكد أن المحاكم الدولية الخاصة تنشأ بهدف تحقيق العدالة الدولية ومعالجة الجرائم الدولية الخطيرة التي لا يمكن التغاضي عنها، وهذه الظروف الخاصة يعني تنشأ نتيجة ظروف خاصة يمر بها البلد المعني أو المنطقة التي تحدث فيها هذه الجرائم الخطيرة. إذا تحدثنا عن آلية إنشاء، لابد لإنشاء هذه المحاكم الدولية الخاصة أن يتم باتفاق دولي بين الدول المعنية أو بموجب قرار الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، ويتم من خلال قرار الإنشاء تحديد اختصاص المحكمة والجرائم التي تتم محاكمة الأشخاص فيها وفقا للاتفاق أو القرار الصادر. بشكل عام يتم اختيار قضاة مدعين لهذه المحاكم الخاصة من قبل الدول المشاركة في المحكمة، وتكون لهذه المحاكم قواعد إجرائية خاصة بها تحدد كيفية إجراء الإجراءات القضائية، وتعتمد هذه المحاكم الدولية الخاصة بشكل أساسي على القانون الدولي والقوانين الداخلية للدول المشاركة فيها في تحديد الجرائم المحظورة وكيفية معاقبة المتهمين بهذه الجرائم. أنتقل إليك أستاذ محمد، إلى أي مدى يمكن أن تذهب أوكرانيا إلى النهاية في اقتراح مماثل وهي تدرك بأن النتائج لن تكون مضمونة ولن يصار فعلا إلى محاكمة المتهمين؟ والدليل كل المحاكم الخاصة التي أنشئت في العديد من القضايا، وربما آخرها كان المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري، أنا يعني بعد حوالي أكثر يمكن 10 أو 12 سنة تم الإشارة إلى المتهمين ولكن لم يتم لا محاكمتهم ولا توقيفهم ولا أي شيء. تحياتي لكم ولضيوفكم الكرام. يعني حقيقة من الناحية النظرية يمكن إنشاء مثل تلك المحكمة، ولكن تنفيذها على الواقع وعلى الأرض يعني صعب جدا. نعرف أن كما ذكرتم في تقريركم يعني أن روسيا عضو في مجلس الأمن، ويمكن عن طريق الجمعية العامة وعن طريق مؤسسات أخرى، وهناك التفافات أخرى، ولكن نظرية يعني على الأرض فعليا من الصعب تطبيق هذا القرار، أولا لحجم روسيا، لحجم التجاذبات السياسية والقوى السياسية على الأرض بين الدول ومصالح الدول. ولكن أوكرانيا تريد أن تمضي بعيدا كما ذكرتم في هذا الإطار في تجريم الجانب الروسي حول اقتراف جرائم حرب على الأراضي الأوكرانية، ويعني وإثبات ذلك وترك ذلك الموضوع للزمن، كي روسيا يعني عند أي مفاوضات أو حلول مقبلية تضطر لدفع ثمن ذلك، ومن الناحية القانونية يكون يعني الحاق بالجانب الأوكراني. أنتقل إليك سيد ماتوزوف، كيف يمكن لروسيا أن تتعاطى مع هذا الشق القضائي من الأزمة؟ هل يمكن أن يعني لا تبالي به، تهمله وترد عسكريا؟ أنا لا أعتبر أن روسيا تشغل بال حول هذا القرار. قرار لأن روسيا لا عضو في محكمة دولية أولا، شيء ثاني الولايات المتحدة الأمريكية كذلك لا تعترف المحكمة الدولية، وطبعا بدون اعتراف شرعية المحكمة
هذا المحكمة لا يمكن أن نسميها حتى محكمة دولية. هذا محكمة الدول الغربية المشاركة بالحرب نفسها. لذلك إذا طرف واحد تؤلف محكمة الدولية، وروسيا تواجه الآن لا أقل من 50 الدولة الغربية، لا شك روسيا لا تعترف أي تحرك في هذا الاتجاه. وليست أول مرة نحن نسمع عن اتهامات وتهديدات بإنشاء المحكمة الدولية. هذا فرنسا وبريطانيا وحتى مستشار ألماني شولتز كانوا يتحدثون على نفس الفكرة. روسيا لا تعتبر أن أي فكرة أي محكمة سيكون له شكل الشرعي. بالعكس، نحن نعتبر أن محكمة دولية إذا دول غربية بمواجهة روسيا في حقل القتال في أرض أوكرانية سوف يحاول أن يشكل أي محكمة ضد روسيا، طبعا لدي روسيا حق نفسه أن هي يمكن تؤلف من جانبها المحكمة خاصة لاتهام لدول الغربية التي شغلت هذا الحرب وأرسلت السلاح إلى الحقل القتال. لأن هناك طرفين، طرف الغربي الذي يكلف أوكرانيا بخوض الحرب، لأن هذا حرب بالوكالة بوجهة نظر روسيا. وراء أوكرانيا هناك الدول الغربية تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك روسيا لا تأخذ بعين الاعتبار أي تحرك إذا طرف الغربي تنتصر بمواجهة في أوكرانيا. طبعا هي سيكون تفرض على روسيا هذا قرار إنشاء المحكمة الدولية انطلاقا من مصالح الدول الغربية. وإذا نتصور أن روسيا تنجح في أوكرانيا عسكريا، لأن ناتو لم تتورط عسكريا مباشرة، فقط بالوكالة ترسل سلاح، يعمل تدريب القوادر العسكرية الأوكرانية، وترسل أموال الضخمة أكثر من 100 مليار دولار أو 150 مليار دولار. نعم. لذلك كل هذه التحركات لا شك أن لها تابع التواجه بين الدول الغربية وروسيا. أي محكمة اليوم لا يمكن أن يكون نعتبر لها الحق، له شرعية بسبب واحد، في صراع كل الوسائل ممكنة. أمريكان يؤلفوا المحكمة الدولية، روسيا من جانبه كذلك. مع أمريكا هناك 50 دولة متعاونة متضامنة مع الولايات المتحدة، مع حلف الشمال الأطلسي، مع أوكرانيا. ولذلك أنا لا أتصور أن تابع لهذا الفكرة تابع أكثر شيء إعلامي. طيب وضحت فكرتك، دعني أنتقل من جديد أستاذ ماتوزوف، سأعود إليك. أستاذ فراس، يعني بحسب هذا التقرير بأنه حتى لو تم تأليف هذه المحكمة وتمت محاكمة بوتين فأنه لن يصار إلى اعتقاله بسبب الحصانة التي يمكن أن يتمتع بها حتى بعد مغادرة منصبه، وبالتالي يعني عمليا هل تعتقد أنهم سيذهبون بهذه الخطوة إلى النهاية، وما صحة وما دقة بأنه سيحافظ على حصانته حتى بعد ترك منصبه وحتى خارج بلاده؟ حقيقة هذه من السلبيات الكبيرة بالمحاكم الدولية الخاصة، من أبرز السلبيات لهذه الحصانة الدبلوماسية، وهذه يعني تواجهها المحاكم الدولية خاصة في محاكمة بعض الأشخاص كما تفضلتي، وبخاصة الدبلوماسيين يعني بالتالي يتمتعون بحصانة دبلوماسية تمنع تقديمهم للمحاكمة في معظم الحالات، إضافة إلى سلبيات أخرى تتعلق بالمحاكم الخاصة من ضمن التكلفة العالية لإنشاء هذه المحاكم، أيضا الاستقلالية المحدودة حيث تعتمد على اعتبار أنها تعتمد على دعم الدول والمنظمات الدولية، هذا يجعل تأثير سلبي كبير عليها وعلى قراراتها وعلى مجراها. لكن هذا كله لا يلغي بأن يعني هذه المحاكم مهمة جدا من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، من أجل مكافحة الإفلات من العقاب،
ومن أجل تعزيز حقوق الإنسان وتحسين الوضع الإنساني بشكل عام. لا يمكن الاستمرار بهذا الخطاب الروسي حقيقة بإنكار هذه الجرائم، جريمة العدوان، جريمة واضحة استخدام القوة العسكرية واحتلال جزء من أراضي دولة أخرى. لا أعتقد بأن هذه الجريمة يمكن التغاضي عنها. اليوم نحن نتحدث عن محكمة خاصة وصعوبتها. برأيي الشخصي المكان هذه الجرائم كما قلت هو المحكمة الجنائية الدولية. روسيا ليست موقعة أو كانت موقعة وانسحبت، لكن اليوم يمكن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وهي التي صاحبة اختصاص برأيي بجريمة العدوان التي تتحدث اليوم أوكرانيا عن إنشاء محكمة خاصة بها. أنتقل إليك أستاذ محمد وإلى قضية المسيرات. هل ما حدث اليوم من وجهة نظر أوكرانيا هذا هو الرد الروسي أم لا تزال تأخذ يعني كل الاحتياطات لأنها تعتقد بأنه سيكون هناك تصعيد من نوع آخر؟ يعني حقيقة ما حدث المساء هذا اليوم قبل ساعات يعني شيء فريد من نوعه. لأول مرة تنطلق صرصرات الإنذار عند الساعة 8 مساء، وفوجئنا بعد 5 دقائق من انطلاقها بوجود مسيرات فوق العاصمة. كيف عادة عندما تنطلق صرصرات الإنذار تعطي فرصة يعني أن هجوم محدق سوف يحدث بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد 40 دقيقة، ولكن بعد 5 دقائق مباشرة يعني سمعنا أصوات انفجارات وانتهت صافرات الإنذار أيضا بسرعة بعد 30 دقيقة. هناك لاحظنا على شاشات التلفاز وفي وسائل التواصل الاجتماعي وأنا رأيت شخصيا يعني في سماء العاصمة كيف في شارع الخريشاتك هناك كانت طائرة تم إسقاطها مسيرة. الملفت للنظر أن هذه يعني هذه الطائرة كانت فوق أيضا مراكز سيادية أوكرانية في هذا المجمع حين يقع الرادة، البرلمان ومكتب الرئيس ومباني حكومية هناك. أعتقد قد تكون هذه الطائرات يعني حديثة يعني حتى عندما دخلت الأراضي الأوكرانية والمحافظات التي قبل العاصمة كيف من خلالها وصلت إلى كيف لم تكن هناك صافرات إنذار. يعني شيء مهم وملفت للنظر ما حدث اليوم. أعتقد أنها يعني قد تكون نوعية جديدة من هذه الطائرات، ولكن بالنهاية وكالعادة نجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية بإسقاطها دون حدوث يعني إصابات بين المدنيين وبين السكان يعني الأبرياء. فبالتالي أعتقد هذه السلسلة قد تكون من سلسلات الرد الروسي على ما ادعت في. بس برأيك يعني ما الهدف الروسي من القيام برد مماثل وهم يعلمون جيدا بأن زيلينسكي في هولندا؟ يعني نحن قبل قليل نحكي عن نعم لا يعني قبل دقائق نتحدث عن المحكمة الدولية. يعني هي أيضا ترد بنفس ما ادعت أن أوكرانيا قامت به لتؤكد أنها فوق القانون. هي تريد أن تفعل ما يمكن فعله. هي تدعي احتلال الأراضي تقول عنها تحرير. فبالتالي يعني هي يعني دولة تريد أن توضح أنها فوق القانون مثل دولة إسرائيل بالشرق الأوسط لا يطبق عليها شيء. فبالتالي يعني كانت هذه العملية، ولكن كما قلت يعني الدفاعات الجوية الأوكرانية نجحت بإسقاط تلك الطائرات. وهذه ليست أول عملية، أيضا فجر هذا اليوم كانت هناك طائرات مسيرة وتم إسقاطها، ونتوقع يعني هذه الليلة أو غدا أيضا بعض هذه الأمور. ما أريد أن أوضحه أيضا نقطة واحدة، يعني اليوم أوكرانيا يعني عسكريا أقوى من بداية الحرب، فبالتالي لديها من الإمكانيات صد أي عملية استفزازية قد تقوم بها روسيا الليلة أو بالأيام القادمة. سيد ماتوزوف، البعض يقول بأن ما حدث من يعني استهداف الكرملين بمسيرة قيل إنها من قبل أوكرانيا وحتى من يعني بإيحاء من واشنطن ولكن بتنفيذ من أوكرانيا، كل ذلك يقال بأنه فبركة روسية من أجل إيجاد عذر لتصعيد الحرب وإعطائها منحا آخر في أوكرانيا وحتى لإعادة تحفيز الجنود الذين فقدوا العزيمة في الآونة الأخيرة. كيف تردون على ذلك؟ طبعا جواب وتعليق من كييف ومن واشنطن واضحة تماما، لأنهم لا يحبوا أن يعرضوا هذا كعملية عسكرية يا أوكرانية يا أمريكية ضد القيادة الروسية. ولكن بالنسبة لوجهة نظر الروسية حول هذا ما حدث الليلة الماضية، أن هذا رسالة للقيادة الروسية واضحة تماما، أن يدنا طويل وكل القيادة الروسية باهتمام القوات المسلحة الأوكرانية أو أمريكية. لذلك هذا إشارة قبل بداية الهجوم العسكري على مواقف قوات الروسية في دونيتسك، لوغانسك، زاباروجيا، خيرسون.
وكذلك هناك نقطة ناحية أخرى لهذه الرسالة، أن زيلينسكي موجود في اجتماع القمة لرؤساء الدول الأوروبا الشمالية، وكان يطلب من أوروبا الشمالية دعما ماديا والعسكريا، يعني قرار مليارين ونصف مليار أعطوا له كمساعدة إنسانية. طبعا لكي يبرزوا أمام الرأي العام الأوروبي أن زيلينسكي قوي، أن زيلينسكي عنده الإمكانيات بس تساعد شوية صغيرة وأنا أنجح، ونجاحي أنا هذا نجاحكم يا رؤساء دول أوروبا الشمالية. استلم هذا المبلغ، ولذلك لكي من وين طلعت هذه الطائرات مسيرة؟ هذا السؤال الأساسي، هل هي طائرات مسيرة اتطلقت من خاركوف على مسافة حوالي 600 كيلومتر عن موسكو، أو هذا الطائرات مسيرة من شبكة استخباراتية الأوكرانية أو أمريكية قريبة لموسكو المدينة؟ إذا هذا قريبة لموسكو المدينة، مش غريب أن هذا الطائرات مسيرة هذا مش كبيرة، ليست هي لها حجم الكبير، ولا يوجد هناك متفجرات قوية. هذا رسالة إعلامية وسياسية، وليست هذا ما ضرر شيء، ما ضرر لهذا الانفجارات ضئيل جدا، ولا شك أن كل هذا في حقل القتال العسكري إعلامي ونفسي. هذا من أساليب الحرب النفسية تؤثر على روسيا قبل بدء هجوم الجيش الأوكراني، كان معلن منذ 8 شهر أشهر في حريف الماضي. شكرا جزيلا لك. وين الهجوم؟ نعم، شكرا لك الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي فياتشسلاف ماتوزوف، كنت معنا من موسكو. أشكر أيضا فراس الحاج يحيى الباحث في القانون الدولي، حدثنا من باريس. وشكر كذلك لمدير تحرير موقع أوكرانيا اليوم محمد العروقي، حدثنا من كييف. شكرا جزيلا لكم جميعا. قلصت روسيا احتفالات يوم النصر لهذا العام، إذ أرجعت موسكو قرارها لأسباب أمنية وهجمات لجهات موالية لأوكرانيا. وكانت عروض القوى العسكرية السمات المميزة المعتادة ليوم النصر الذي يصادف ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في 9 مايو عام 1945. أطلق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجيش الشبابي، وزادت العضوية في ذاك الجيش لتصل إلى 1,300,000. وكشف تقرير لصحيفة تايمز البريطانية عن كيفية تأثير دعاية الكرملين على جيل المراهقين الروس، وسعي الدولة الروسية لتشكيل جيش من جيل الشباب يطلق عليهم أبناء بوتين، ومدى تأثر هؤلاء بالحرب في أوكرانيا وتحولهم إلى أوركسترا تردد أجندات موسكو حول الأوكرانيين. يلتقط هذا الطفل صورة مع جندي روسي وينظر إلى سلاحه بتعجب ودهشة،
إلا أن الوقت لن يطول كثيراً حتى يحمل سلاحاً مشابهاً، فالكريملين يكثف طاقته بجذب جيل المراهقين الروس لتشكيل جيش من الشباب يطلق عليهم أبناء بوتين بحسب تقرير لصحيفة تايمز البريطانية. تايمز كشفت عن مدى تأثر هؤلاء بالحرب في أوكرانيا وتحولهم إلى أوركسترا تردد أجندة موسكو حول الأوكرانيين. أعمار الجنود الشباب تتراوح بين 6 إلى 18 عاماً، وهم يتلقون برنامج التربية العسكرية والمدنية والتاريخية، ويقومون بالالتقاء بجنود الروس في الخدمة العسكرية، ويقومون أيضاً بتوثيق كل ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يخوضون تدريبات بدنية دورية ويتعلمون تفكيك الأسلحة والبنادق وإطلاق النار وإعادة تجميع القنابل اليدوية، إذ ينمو داخل روسيا اليوم جيل جديد من الشباب العسكري. 1.3 مليون مراهق مجند، رقم هو البداية فقط، فبحسب الصحيفة تهدف موسكو إلى مضاعفة الرقم لثلاث مرات بحلول عام 2030. جيش شبابي طفولي جديد سيكبر على معتقدات روسية بحتة، والذي يأمل بوتين منه أن يرد مستقبلاً عن الكريملين أي هجوماً من هذا النوع. هلا العلي، الحدث. ختام الساعة الأولى من 19 دقائق، ونفتح ملفات الساعة الثانية من قبل فاصلة. مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 19 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث. تتواصل الاحتجاجات في إيران وتتسع لتشمل 30 محافظة. الشارع بلغ نقطة الغضب القصوى. الناس سئموا من النظام وسلوكياته. إلى متى ممكن أن تستمر هذه المظاهرات بالرغم من القمع الذي تمارسه السلطات في إيران؟ السلطات الإيرانية وفقا لنفس بلوكس عمدت إلى تعطيل خدمات تطبيقي واتساب وإنستغرام. Ms. Amini's tragic death and allegations of torture and ill-treatment must be promptly and effectively investigated. الغضب الشعبي الذي أيقظه مجددا مقتل الشابة مهسا أميني
يزداد توسعا. هذه المظاهرة جاءت بدعوة من قبل الأحزاب السياسية ولبى لها الجانب المدني والشارع العادي. هل تختلف هذه التظاهرات في الداخل الإيراني عن سابقاتها؟ وقعت القذيفة الآن والشظايا تتطاير حولنا والقوات ينصرحوننا بالهروب، حيث أن العربية والحلبية أول من يدخل هذه المناطق الخطيرة. ليه؟ نبتعد قليلا. الحديث اليوم يحكى عن تقاسم للسلطة بين عقيلة صالح وبين خالد المشري. مفتاح الحل بأزمة هذا الوطن هو ليس في المحاصصة. كيف يمكن الحديث عن ذلك في ظل هذه الأجواء غير المستتبة الآن؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي تحتاج إلى إعادة شرعية. هل يعقل إنجاز قاعدة دستورية يبقى سنة ونصف؟ من هي الأطراف الدولية التي تسعى لإبقاء هذا الانسداد السياسي في ليبيا؟ كل يريد القاعدة الدستورية وفق أيديولوجيته. الحوار يجري وفق الآليات السابقة وبنفس العقليات السابقة والأسف حتى بنفس الشخوص السابقة. مجلس النواب قد لا يوافق على ما ذهب إليه مجلس الدولة، وبالتالي قد يكون الاحتكام إلى الاستفتاء. كيف يمكن إجراء انتخابات وفق قاعدة لم تضمن هذه القاعدة مشروع الدستور الليبي؟ العالم يتغير من حولنا بإيقاع، بتناغم، كل شيء متقلب، كل إبطاء يعقبه تسارع. ما هي أهمية هذه العملية العسكرية؟ فالمعلومات متغيرة في كل ثانية. دعيني أبدع بهذا العاجل الآن. فما تعرفه بالأمس يصبح ماضياً اليوم. Next year could bring a food supply crisis. Simply put, the world may run out of food. فلكي تبقى على اطلاع، طلب إيران بعدم التدخل. أنه طلب إلينا من برلين ورسالة الحدث. هذه هي التفاصيل التي نشرت حتى هذه. لماذا برأيكم؟ الحدث تفاصيل حدوثه منذ البداية. ساعات ثقيلة توازي دهرا هي تلك التي تمر على السوريين والأتراك. صرخات استغاثة تسللت من بين ركام المنازل التي انهارت على رؤوس سكنها. Let's work together in solidarity to assist all those hit by this disaster. الزلزال المدمر بلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، حيث لا تزال عيون العالم تراقب ما يجري في تركيا وفي سوريا. ما كنا نتهيأ لمثل هذه الفاجعة. هل هو سباق وصراع مع الزمن؟ هل فعلا متوقع حدوث زلزال ثالث؟ أعتقد أننا نحتاج إلى حالة طوارئ حقيقية. الصغيرة فيما لا تزال عمليات البحث الجارية على قدم الوسام وبوتيرة متسارعة. إن الظروف الجوية القاسية تعرقل عمليات الإنقاذ. الكاميرا هي التي سترصد المشهد. وتغطية مستمرة لزلزال القرن. تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا، تغطية خاصة لعمليات الإنقاذ والبحث لحظة بلحظة. يا رب يكون حلب بارد صحيح يا رب. مبعوث البرهان يقول من أديس أبابا إن القبول بالهدنة جاء لأسباب إنسانية لكن لا وساطات تتعلق بالمفاوضات. في اتصال مع البرهان وحمتي، طلب مصري فوري من طرفي النزاع في السودان.
انهيار عملة، أزمة سيولة تعطل طرق التجارة، الصراع يوجه ضربة قاسمة لاقتصاد السودان. بالتزامن مع يومها العالمي، حرية الصحافة في لبنان وهم حقيقي. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من التاسعة عشرة، والتي نبدأها من الملف السوداني. سلسلة مواقف برزت اليوم مع استمرار الصراع في السودان رغم تمديد الهدنة. فمبعوث البرهان حط في أديس أبابا ليعلن منها أن قبول الهدنة جاء لأسباب إنسانية، رافضا أي وساطات تتعلق بالمفاوضات، فما جرى تمرد والجيش قادر على الحل كما قال، مضيفا أن الوضع على الأرض مستقر جدا. تحدثنا عن أهمية الهدنة، ذكرت لهم أن السيد الرئيس قد وافق على هدنة لأسباب إنسانية أكثر من مرة، وآخر مرة عندما تقدمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بمبادرة وافق عليها السيد الرئيس، حتى أنه أعطى موافقة لفترة أطول مما كانت عليه فترات الهدنة السابقة. بدوره وزير الخارجية الإثيوبي قال إن بلاده تدعم جهود وساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، معتبرا أن الجهود الأحادية الأخرى ستؤزم من الوضع في السودان. الوضع الحالي في السودان ستكون له تأثيرات سلبية علينا، نتابع الوضع السوداني بقلق بالغ ونؤكد تأييدنا دور الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد في الوساطة بين أطراف الصراع السوداني، ونؤمن بأن الحوار هو الحل الوحيد للأزمة. بدورها تعمل بريطانيا بشكل حثيث للتوصل إلى وقف لإطلاق النار دائم في السودان. وزير التنمية البريطاني وشؤون أفريقيا أندرو ميتشل حث عبر الحدث الأطراف المتصارعة على تغليب المصلحة من أجل الحفاظ على أمن البلاد. يركز المجتمع الدولي بأسره على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار واستئناف المحادثات السياسية. لقد اجتمع الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وحدد متطلبات المسار السياسي لوقف إطلاق النار الدائم الذي تدعمه الأمم المتحدة. بريطانيا تبذل جهودها في ملف السودان بدعم من الترويكا والرباعية. هناك حاجة ماسة لتحقيق وقف فوري للعنف الذي سيسمح ببدء العملية السياسية من جديد واستكمال المسار الديمقراطي. وزير الخارجية السعودي بحث والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جهود وقف التصعيد العسكري في السودان. الأمير فيصل بن فرحان أكد استمرار مساعي المملكة لإجلاء الرعاية من السودان. وزير الخارجية المصري اتصل برئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الدعم السريع وطلب بالوقف الفوري لإطلاق النار. الخارجية المصرية أكدت أن شكري أكد للبرهان وحمدتي ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة. كما أكد شكري للبرهان وحمدتي قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وتعريض أمن واستقرار السودان لخطر بالغ. Thank you.
قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير في السودان عمار حمودة إن أي من طرفي الصراع غير قادر على حسم المعركة، مؤكدا أن الحل الأمثل للأزمة الحالية هو الحل السياسي الذي يشمل دمج قوات الدعم السريع في الجيش وإطلاق عملية سياسية تنتهي بالتحول الديمقراطي. وأضاف حمودة أن عملية الدمج ستسهم بتوحيد القرار داخل المؤسسة العسكرية السودانية وأنها تلقى دعما من قبل العديد من القوى السياسية. وأكد أن قوى الحرية والتغيير تعمل على التواصل مع قيادتي الجيش والدعم السريع من أجل التهدئة والدخول في محادثات سلام، لكنه أشار إلى أن تلك الاتصالات لم تسفر عن شيء في ظل اتهام كل طرف للآخر بانتهاك وقف إطلاق النار. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بك دكتور صلاح. إلى 19، هل تعتقد بوسط هذه التصريحات الواضحة بأن لا رغبة لطرفي الصراع لا سيما الجيش على لسان مبعوثه إلى القاهرة ومن ثم إلى أديس أبابا بأنه لا رغبة بالعودة إلى طاولة المفاوضات وهذه حالة تمرد ويجب القضاء عليها، هل هذا يعني بأنه لا قبول للمبادرة المصرية ولا حتى استجابة لدعوة وقف إطلاق النار فورا؟ من الواضح أن الموقف القوات المسلحة واضح منذ البداية، فقد اعتبر أن قوات الدعم السريع هي يعني محاولة انقلابية وفي نفس الوقت تمرد، وبالتالي تم التعامل مع قوات الدعم السريع على هذا الأساس. وبالتالي جولة مبعوث الرئيس البرهان لبعض الدول الجوار أكدت على هذا الموقف، أن وقف إطلاق النار ربما أمرا مقبولا ويمكن الاستجابة لي، وحتى تحدث عن مدة أسبوع وليس كما هو مطلوب من بعض المبادرات، وإنما أما العملية السياسية أو المفاوضات فهو أمر ليس واردا بالنسبة له. وبالتالي كل المبادرات التي تحدثت عن وقف إطلاق النار والاعتبارات الإنسانية هذا أمر مقبول، لكن أنا في تقديري أن هذا الأمر لا يظل قاصرا، وربما قلت ذلك من قبل في كثير من المناسبات، لابد أن يكون هناك رؤية لوضعية المكون العسكري بأن يتم التأكيد من كافة المجتمع الدولي ومن أيضا الشعب السوداني ممثلا في سواء كان مجموعة الاتفاق الإطاري أو مجموعة الكتلة الديمقراطية وأيضا المتحفظين والمعارضين على مبادئ معينة أعتقد أن الجميع يعني يقبل بها. أولا دمج القوات الدعم السريع في القوات المسلحة، ثانيا أن القوات المسلحة، ولكن دكتور صلاح الحرب قامت عن العملية بسبب السياسية. رفض قوات الدعم السريع أن يتم دمجها بالجيش السوداني، ظاهريا كان هناك اعتراض على مدة السنتين، وكانت قوات الدعم السريع تريد مدة 10 سنوات. هذا يعني لنقول السبب المباشر والظاهر. ليس هذا هو السبب الوحيد. ليس هذا هو السبب الوحيد، هناك سبب مباشر أكثر، هو أن وضعية الدعم السريع كانت كقوة عسكرية أو جيش عسكري موازي. عندما تحدث أن الدعم السريع سيكون تابعا لرئيس الوزراء المدني والقوات المسلحة تتبع القائد العام للقوات المسلحة، هذه هي الإزدواجية التي فجرت أساسا الموقف. ثم ثانيا هناك خلل أيضا في الاتفاق الإطاري والاتفاق السياسي النهائي، وهو أن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي احتكر السلطة فيما يتعلق بتشكيل هياكل السلطة الانتقالية، وهذا أمر رفضته الكتلة الديمقراطية، وأيضا هناك من هو متحفظ ومن هو عارض ذلك من القوى السياسية الأخرى. لذلك العملية السياسية حتى يمكن أن يكون هناك أمل في وقف إطلاق النار ويتحد الفرصة للأوضاع الإنسانية، يجب أن يتوافق المجتمع الدولي وليس فقط الاتحاد الأفريقي والإيجاد والأمم المتحدة كما تحدث السيد وزير خارجية أثيوبيا، لأن هذه رؤية قاصرة. هناك أطراف أخرى في المجتمع الدولي كالجامعة العربية والدول المعنية كدول الجوار وأيضا الرباعية وأيضا
مجلس كل مكونات المجتمع الدولي من دول ومنظمات معنية بالشأن السوداني وبالعملية ومنغمسة فيها أيضا. طيب. خاصة وأن هناك بما أنك تطرقت للموقف الدولي تدعم طرف في مواجهة طرف آخر. نعم دكتور صلاح، اليوم كان هناك إحاطة للمخابرات الأمريكية في الكونغرس وقالت بأنه بحسب تقديراتها فإن الحرب ستطول ولا يلوح في الأفق أي إمكانية لوقفها أو للعودة إلى طاولة المفاوضات لأنه لا محفزات كما قالت مديرة المخابرات عند الطرفي النزاع للجلوس إلى الطاولة. هل تعتقد هذا متوقع لأن طبيعة الحرب الجارية الآن أنا أعتقد أنها ستطول لحد ما، وإن كان هناك مؤشرات على ترجيح كافة القوات المسلحة، لكن هذه حرب مدن، وبالتالي وقف إطلاق النار يجب أن يقترن بوجود مراقبين وانسحاب قوات الدعم السريع خارج العاصمة، وهذا أمر يجب أن تقتنع به القيادتين طرفي المكون العسكري، باعتبار كما أشرت أنه يجب أن يكون هناك توافق دولي وتوافق شعبي من السودان على أن في النهاية الدمج سيتم للقوات الدعم السريع، وهذا ما صرح به المتحدث باسم القوى الحرية والتغيير مؤخرا، تحدث وقال أن الحل هو دمج القوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وهذا أمر أعتقد يعني المجتمع السوداني والمجتمع الدولي متفق عليه. متفق عليه أيضا أن الجيش سيكون مبتعد عن السياسة وعن الاقتصاد. متفق عليه أيضا أن المكون العسكري أصبح اليوم في وضع منفصل تماما عن العملية السياسية، وهذا أمر قبله سواء البرهان سواء أيضا حميد. طيب إذا كان هناك اقتناع من قبل كل هذه الأطراف المعنية بالشأن السوداني دكتور صلاح بأنه هذا ما يجب أن يكون، لماذا برأيكم يتم التعاطي بفتور مع الأزمة؟ هناك طرح لمبادرات ولكن لا يتم استخدام أي أوراق للضغط على طرفي الصراع. اليوم رأينا بأنه بايدن يضع عقوبات رمزية على الأطراف التي ساهمت في عرقلة الانتقال الديمقراطي كتجميد أصولهم وعدم تمكينهم من السفر، وبالتالي لا خطوات جدية من كل هذه الدول. لماذا باعتقادكم؟ أنا لم أسمع بقية السؤال لكن ما فهمت حديث عن مبادرة التصريح بايدن أو ما فرضه من عقوبات. أعتقد أيضا حتى رؤية الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة في البيان الصادر أعتقد أيضا هي رؤية قاصرة لا تقرأ المشهد كما يجب. الرؤية الأمريكية مدفوعة بضرورة التحول إلى نظام ديمقراطي ووقف الحرب والخشية من تواجد يعني تدخل خارجي محتمل وأن الحرب ستطول. كما أشرت تعدد المبادرات في حد ذاته لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية، يجب توحيد هذه المبادرات تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة كل من الاتحاد الأفريقي والإيجاد والجامعة العربية والدول المعنية والرباعية الدولية والجامعة العربية، باعتبار أن الآلية الثلاثية تصبح آلية رباعية وأيضا الآلية الرباعية تصبح سباعية بضم جنوب السودان وتشاد والقاهرة، ويكون هناك اجتماع يتم التوافق عليه فيما يتعلق بضرورة دمج القوات دمج الدعم السريع في القوات المسلحة وابتعاد الجيش عن السياسة والاقتصاد، وبالتالي يكون هناك رؤية من خلال توسيع الاتفاق الإطاري ليضم الكتلة الديمقراطية والطرفين المعارض والمتحفظ، بحيث يكون أن هناك إجماع على مستوى الشعب السوداني وإجماع على المستوى الدولي بالنقطتين التي أشرت إليهما كخريطة طريق يمكن التوصل من خلالها إلى مبادرة تصبح نافذة ومقبولة من الشعب السوداني ومن المجتمع الدولي دون إقصاء لأي طرف من الأطراف. شكرا لك الدكتور صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا من القاهرة. شكرا لك.
قالت الأمم المتحدة إنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص قد يفرون حتى أكتوبر القادم من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنه من المتوقع أن تستقبل مصر وجنوب السودان الحصة الأكبر من تدفقات اللاجئين بسبب الحرب في السودان، وأضافت أن هذا النداء موجه إلى الدول المانحة. انجرار طرفي النزاع في السودان نحو دوامة العنف وتغليبهم لصوت السلاح بدل التعقل وضبط النفس عرض شريان اقتصاد البلاد للبتر، وذلك بعد تعرض مصانع كبرى وبنوك ومتاجر وأسواق للنهب والتخريب وإلحاق أضرار بالغة بها. حركة نقل البضائع والأشخاص تباطأت هي الأخرى بسبب الاشتباكات، إذ تجوب قوات وأحيانا عصابات الشوارع في الخرطوم ومدن سودانية أخرى. كما عاق الصراع التدفقات التجارية بسبب مركزية الإجراءات المصرفية والجمركية في العاصمة السودانية، ويواجه التجار في الخرطوم أزمة سيولة نقدية، ويعتمد الناس بشكل متزايد على تطبيق بنك الذي يعتمد على فتح محفظة إلكترونية لدفع الفواتير، لكن هذه الخدمة غالبا ما تشهد انقطاعات. وقال بنك السودان المركزي إن بنوكا داخل العاصمة لا تستطيع إجراء معاملات سحب وإيداع الأموال بسبب الاشتباكات. إلى جانب كل هذا، فالإصلاحات الاقتصادية الظرفية والاحتجاجات على مدى سنوات كانت هي التحدي الأكبر الذي يواجه النظام المصرفي ويهدد بإغلاق شبه كامل. لكن الاقتصاد تعثر أيضا بسبب عقوبات وعزلة دولية فرضت على مدى عقود، فضلا عن الفساد المستشري، إضافة إلى أن الاقتصاد السوداني عانى من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير، إذ يعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة السيولة العملة وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة، بحكم أن حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية. كتجار على الأقل يعني عشان نرجع نعيد السوق في سيرته يعني، وفي سيرته اللي كان من زمان، ويبقى أحسن من كده بإذن الله. وقدرت الخسائر لحد الآن 70% ما يقارب التريليون جنيه، هي حجم البضاعة والتي دمرتها الحرب ونارها اللعينة. احترقت عدة أسواق جراء المعارك بين الجيش والدعم السريع في جنوب دارفور. سوق التوابل من أكبر الأسواق في غرب أفريقيا وأقدمها تحول رمادا. يعتبر سوق التوابل بمدينة نيالا غربي السودان أحد أكبر الأسواق في غرب أفريقيا وأعرقها هنا في إقليم دارفور. القذائف التي سقطت عليه جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أحداث 15 أبريل حولت السوق إلى رماد، الخسائر كبيرة بحسب حديث لجنة الحصر. نحن الآن في سوق الشطة، يعني الخسائر بتاعتنا تفوق التريليون دي حجم البضائع، إضافة لذلك المباني والممتلكات الخاصة
والمستندات وكل التفاصيل انتهت الآن تحت الركام يعني. ويعني لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. على الرغم من الدمار يحاول عيسى موسى إصلاح المكان وتلبية احتياجات الزبائن. رغم من المعاناة والتعب ولا بد لنا من أن نقدح ونعمل لإعادة تأهيل السوق وهنا ولكي نكسب ونعيش ونأهل نفسنا ونرمم ما تدمر من جراء الحرب. في مجتمع يكابد للخروج من أزمات عديدة تأتي هذه الحرب هنا في إقليم دارفور لتضيف عبئا آخر على حياته. من الخرطوم ينضم إلينا الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي البروفيسور محمد شيخون. أهلا بك أستاذ محمد. كم تقدرون خسائر الاقتصاد السوداني منذ اندلاع الاشتباكات حتى اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك وللمستمعين ومترحم على شهدائنا في هذه المحنة. وأقول أنه يعني يصعب على الاقتصاد حاليا أن يقدر بأرقام يعني صحيحة ومسؤولة حجم الخسائر، ولكن أنا أعتقد أن الخسائر كبيرة وستضع عبء كبير جدا على اقتصاد السودان في مستقبله في المدى المتوسط وفي المدى المستقبلي البعيد. ما هي القطاعات باعتقادكم الأكثر تضررا؟ بالنسبة يعني لابد من البداية يعني بالمعاناة المواطن والأسرة، لأنها معاناة مستمرة، فهي يعني ربما تبحث الآن عن الأمان كأولوية أولى، ولكنها أيضا لا تستطيع أن تزيح هم متطلبات المعيشة اليومية، تفرض نفسها في معاناة لسكان يعني المدن عموما، وخاصة يعني لا نقول المدن عموما ولكن لسكان العاصمة، يعني العاصمة ودارفور أكثر يعني منطقتين يعني متأثرين بالحرب. حتى في المناطق الآمنة طبيعة السودانيين استقبال الأسر تكافلي النازحين، ففي ظروف انقطاع الكهرباء والماء في أماكن كثيرة، وأصلا توجد نواقص كثيرة في إمكانيات الناس خاصة بعد شهر رمضان، النظام المصرفي متوقف، لذلك يعني ليس متوقف يعني كنا نتمنى أن يكون متوقف، يتعرض النظام المصرفي المصارف لنهب واستباحة، وبالتالي يعني لا توجد مرتبات، برامج الكهرباء والإلكترونية أو الرصيد الهاتفي أو حتى المشتريات متوقفة، الكسبة نشاطهم يعني منتهي. أيضا في الأقاليم ربما الناس يتساءلوا الآن بعد الحرب 3 أسابيع الهجرة الداخلية في الأقاليم، يوجد تكافل، يعني هذه طبيعة السودانيين، لا توجد مخيمات للاجئين، ولكن يوجد عبء على الأقاليم من الناس نزحوا، لأن النزوح في السودان هنا حاليا من المناطق الخطرة لوجود معسكرات ومقرات داخل العاصمة للأقل خطورة، وأيضا من العاصمة للأقاليم خاصة نهر النيل الشمالية، الجزيرة حتى الشرق والكردفان، يعني في هجرة من داخل أنا أعتقد الهجرة من السودان للخارج محدودة، يعني ولو أنه استقطب الإعلام العالمي هجرة الأجانب، ولكن أكبر هجرة كانت متوقعة إلى مصر. أنا يعني من العربية الحدث سمعت أنه إحصائيات المصريين 14 ألف ربما نصفهم أو أكثر عبور، يحملون تأشيرات ويريدوا أن يذهبوا إلى الخليج وإلى السعودية وإلى أوروبا، والنزوح للدول المجاورة سواء تشاد أو إفريقيا الوسطى أو الجنوب، هذا نزوح محدود لأنه في قبائل مشاركة، يعني نحن وتشاد ونحن وأفريقيا الوسطى ما أكثر من 40 قبيلة محادية موجودة في الطرفين، فأنه يعني بضعة آلاف يمشوا في ظروف صعبة، يعني ليس يعني تلك الهجرة كبيرة. أنا أعتقد مشكلة الاقتصاد في المدى المتوسط حاليا في القطاع الزراعي، أنه هذا القطاع الزراعي مهدد
بأنه قد لا يلحق العروة الصيفية، وهذا سيؤثر كثيرا جدا، لأنه معظم الزراعة مرتبطة عندنا بال يعني غير الزراعة النقدية الشتوية، الزراعة الصيفية بغذاء الناس وبالصادر وكده يعني. فإذا طيب هذه الزراعة بروفيسور محمد، بس اسمح لي لضيق الوقت سؤال أخير. كان السودان موعودا بأن يتم شطب ديونه، بأن يتلقى مساعدات يعني إن كان من صندوق النقد الدولي وغيرها، هل تعتقد بأن ما يحدث اليوم سيؤخر هذه المساعدات أم تخشون أن يلغيها بالكامل؟ والله أنا بعتقد يعني إذا إن شاء الله يعني تقف الحرب، الناس هيحتاجوا إلى فترة استقرار سياسي ويعني قيام حكم مدني وسلطة، لأنه القوى الدولية يعني لم تلغي الإجراءات التي اتخذت بما يتعلق بالمديونية، سواء من إعفاءات أو منح أو قروض إسعافية أو حتى استثمارات موعودة، إنما جمدت. والتجميد كان بسبب الانقلاب يوم 25 أكتوبر، انقلاب الذي قاده من العسكريين الفريق البرهان والفريق حميلتي قادوا الانقلاب، وربما هم بيقولوا كان شريكهم أيضا دكتور حمدوك رئيس الوزراء. هذا هو الذي جمد. وأنا أعتقد لماذا لا نعتمد على نفسنا؟ أنا شخصيا كاقتصادي متفائل، لأنني عندي مليونين ينتجون 150 طن من الذهب أو 80 طن في الحد الأدنى بالأجنة والشاكوش. نعم. عندي غصبا عن كل العالم 80% من إنتاج الصمغ العربي، عندي الحبوب الزيتية، عند نعم. فقط حينما توضع ميزانية صحيحة اعتماد نعم. على الذات أنا يعني شكرا جزيلا لك، وضحت فكرتك. الخبير الاقتصادي والأستاذ نعم. الجامعي أنا لو كنت أتمنى يعني كنت يعني معنا يعني عبر الهاتف من الخرطوم يعني شكرا لك. ونشير مشاهدينا إلى هذا التوضيح من قبل القوات الجوية الأوكرانية، تقول في حوالي الساعة 8 في مدينة كييف وخلال رحلة مجدولة فقدت السيطرة على طائرة بدون طيار من طراز بيرختر TB2، نظرا لأن الوجود غير المنضبط للطائرات بدون طيار في سماء العاصمة قد يؤدي إلى عواقب غير مرغوب فيها، فقد تقرر تدمير الهدف. يقول بأن فقدان السيطرة على مسيرة بيرقدار في منطقة كييف هو الذي أدى إلى تدميرها. الحدث ترصد لليوم الثاني متابعة السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي لقضية مرضى الكلى ومعاناتهم في مراكز طبية تعاني أصلا بسبب الاشتباكات. في هذا الرصد الزميل محمود الواوي ينقل لنا التفاصيل. نتابع لليوم الثاني على التوالي في الحدث هذه الأزمة، أزمة مرضى الفشل الكلوي في السودان. نحاول قدر الإمكان نقل أوجاع وصرخات المرضى الذين يسابقون الوقت للحصول على عملية غسيل كلى أو جرعة دواء تخفف من آلامهم وتعينهم على البقاء أكثر. نبدأ من هذه التغريدة وهذا النداء العاجل الذي وجهه حساب على تويتر يحمل اسم الكشك نيوز، قال فيه: نداء عاجل للكوادر الطبية، يعاني مستشفى النو وأم درمان من نقص حاد في الكوادر الطبية وحاجة عاجلة لأخصائي باطنية وجراحة عامة وكوادر تمريض لمركز غسيل الكلى. نداء آخر وجهه الصحفي عطاف محمد، قال فيه: نداء إلى كل شرفاء العالم ومنظمات العمل الطوعي، أنقذوا السودان، مراكز زرع الكلى في السودان لقد نفدت أدوية تثبيط المناعة من مخازن المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى بالسودان.
فاطمة أيضا تساءلت عن الأدوية بتغريدة قالت فيها: بالنسبة للأدوية يوجد مرضى في الولايات زارعين وأدويتهم خلصت، كيف تنحل؟ في طريقة أو مبادرة متوفرة؟ في المقابل وردا على تلك التساؤلات عممت حسابات أخرى أماكن وأسماء المراكز التي تتوفر فيها مراكز غسيل الكلى، كحساب يحمل اسم منبر المغردين السودانيين الذي نشر على تويتر تغريدة قال فيها: مستشفى أم درمان قسم الطوارئ غسيل الكلى تعود إلى الخدمة بسعة 32 مكنة غسيل. تسنيم رمضان كتبت على تويتر كذلك: مستشفى الفؤاد جاهزة لاستقبال حالات الولادة الطبية والقيصرية والحضانة وغسيل الكلى والعناية المركزة وبأسعار مخفضة مراعاة لظروف البلاد. المبادرات الفردية حضرت كذلك، مثل هذا المنشور المتداول الذي قالت صاحبته: أنا المهندسة الطبية حنين عبد الحليم، فني غسيل كلى، إذا أي شخص عنده مكنة غسيل في المنزل ولا يعرف كيفية تشغيلها أنا متاحة للاستشارات، مدرجة رقم هاتفها المحمول. وفي مشهد يختصر حالة مرضى الفشل الكلوي نذكر بفيديو تم تداوله قبل أيام يظهر إجلاء بعضهم نتيجة الاشتباكات من أحد مراكز غسيل الكلى وسط الخرطوم وهم في وضع صحي صعب. نتابع. إلى لبنان، ففي ظل الأزمات التي يعاني منها كان لابد من صوت يصدح في وجه الطبقة الحاكمة كمحاولة لتغيير واقع مرير يعيشه اللبنانيون. تمثل هذا الصوت بأهل الصحافة والأعلام في بلد يتفاخر بحرية الصحافة، لكن أهل هذه المهنة يصفون واقعهم بالوهم وليس حرية حقيقية. فبعد ثورة أكتوبر عام 2019 ساد اعتقاد في الأوساط الأعلامية أن الخط الأحمر المتمثل في عدم انتقاد الشخصيات النافذة كسر، إلا أن الضغوط السياسية على أهل المهنة بات أقوى وأشد من أي وقت مضى. في الآونة الأخيرة شهد لبنان سلسلة استدعاءات أمنية لصحفيين وناشطين، وأصبح الالتفاف على القانون هو النمط السائد للسلطة والأجهزة الأمنية وحتى الأحزاب. وبينما يحيي العالم مناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وثقت مؤسسة سمير قصير 800 انتهاك منذ عام 2017 وحتى اليوم، وهو رقم غير مسبوق في لبنان. كما مورست أنماط وأشكال مختلفة من الاعتداءات على ناشطين ومفكرين وصحفيين بعد عام 2019، كالتهديد ورسائل الوعيد وتكسير ملكيات خاصة وصولا للاعتداء المباشر. واكتمل معها دور الميليشيات المسلحة في ممارسة السياسة التنكيل والتهديد، وكل هذه الاعتداءات مرت دون محاسبة. والدليل على ذلك أن عدة أقلام قد اغتيلت منذ ما يقارب 20 عاما وحتى اللحظة لا تحقيق جدي وحقيقة مغيبة، وما يؤكد أن حرية الصحافة مسلوبة في بلد الحريات. فقد سجلت مؤسسة سمير قصير 17 انتهاكا بحق 29 صحفيا، فضلا عن 10 ملفات قضائية من نوع الاستدعاءات فقط منذ بداية هذا العام.
حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي جاد شحرور، وأيضا من بيروت الصحفي رامي نعيم. أهلا بكما إلى 19. أبدأ معك أستاذ جاد، بما أنكم يعني أنتم من مؤسسة سمير قصير التي وثقت كل هذه الانتهاكات، هل لاحظتم بأنها تستهدف فئة معينة والانتهاكات تمارس بوضوح من فئة معينة أيضا؟ أعتقد أن النظام بأحزابه مجتمعة يتكتل ضد الصحفيين من وقت إلى آخر، وذلك بهدف حماية النظام. دور حماية النظام هو دور يعني يكلف به في كل فترة سياسية حزب معين. في العام 2019 عند بدء ثورة 17 تشرين كان من الواضح أن حزب الله يقود هذه المعركة، معركة حماية النظام، ولكن في أوقات أخرى كان لجميع التيارات السياسية والأحزاب السياسية دورا في انتهاك حرية الصحافة. كان هناك جزء لا يتجزأ منه عند دور عند تيار المستقبل، عند تيار الوطن الحر، عند القوات اللبنانية. كان لكل هذه الأحزاب الطبقة الحاكمة دورا في انتهاك حرية الصحافة، وهنا يأتي دور كل حزب بحسب أي صحافي، ما هو المحتوى الذي أنتجه، على أي منصة نشره، وأي وزير أو أي سياسي أو أي نائب تم الكشف عن فساد قام به. أستاذ رامي، هل توافق على ما طرحه أستاذ جاد بأن كل الأحزاب السياسية مارست انتهاكات بحق الصحفيين، أم لا يجوز التعميم ويعني الاعتبار الكل سواسية بطريقة الانتهاك؟ مساء الخير لك وللمشاهدين. لأستجاد الصديق، أول شيء بدي أقول أنه لا أوافق، بمعنى أنه لا، مش كل الأحزاب. من ينتهك حرية الإعلام في لبنان ومن ينتهك حقوق الإعلاميين ومن يمارس الترهيب والترغيب هو فريق حزب الله وفريق الممانعة بشكل عام. الفريق الآخر هو ضحية الأحزاب جميعا والصحفيين جميعا، لأنه ما الذي يستطيع فعله الفريق الآخر في حال قام أي صحافي بنشر أي معلومة؟ يستطيع أن يقول هذا غير صحيح، أنا أرفض هذا الشيء، يستطيع أن يدعي أمام محكمة المطبوعات. أما القمع، حقيقة القمع، هذا القمع والحد من الحرية والتعاطي بهذه الطريقة التعسفية واستعمال القضاء بطريقة جائرة والأحكام المسبقة والأمن في خدمة الترهيب، هذه كل هذه الممارسات مارسها حزب الله وفريق الممانعة من العهد العوني إلى فريق حزب الله وثنائي الشيعي إلى الحزب القومي السوري إلى الحزب البعث إلى فريق الممانعة بكل أطياف وبكل أشكاله، من قضاة ومن أمنيين ومن فاعلين وقادرين على فعل أي شيء بهذا البلد. لذلك لا يمكن التعميم، يعني أنا لا أجد مثلا واحدا عن ممارسة قام بها أي فريق سيادي بحق أي صحفي أو أي إعلامي لها علاقة بالقمع. طيب أستاذ جاد، في هذا الإطار ألا تعتقد بأن الوقائع على الأرض والشخصيات التي استهدفت، إن كان من اغتيالات حقيقية أو محاولة اغتيال، نتحدث عن لقمان سليم، عن جبران تويني، عن مروان حميدي، عن محاولة اغتيال مي شدية، وبالتالي فعلا كما قال أستاذ رامي فإن الوقائع تدل على أن الفريق المستهدف هو نفسه والذي يستهدف أيضا هو نفسه؟ لا شك أن دائما هناك يعني قوة طاغية عند الأحزاب، خصوصة التي تصنف بأنها ميليشيا، وطبعا تصنيفها ميليشيا ليس موقف سياسي، إنما يعني وجود السلاح يفرض نفسه ويصنف نفسه بذاته بأنه ميليشيا. ولكن عندما يعني أجبت عن السؤال الأول تبعا للأرقام التي ذكرت في بداية هذا التقرير، وهي أرقام موثقة على موقع skiesmedia.org لكل الأحزاب، لكني ذكرت أيضا أنه في كل فترة سياسية هناك من
يقوم بهذا العمل بشكل أكبر. وذكرت أن حزب الله كان الأبرز في العام 2019، ولكن لأكون موضوعيا ولكي لا أغيب عن أي حقيقة، لأننا ندافع عن الحقيقة ونريد أن ننشر الحقيقة كما هي، كان ولو بأشكال متفاوتة وبنسب متفاوتة جميع الطبقة السياسية في لبنان ساهمت في القمع الإعلامي. كيف؟ يعني هل لك أن تعطينا أمثلة عن كيف ساهمت بقية الأحزاب في القمع الإعلامي؟ في كل فترة كان هناك استدعاء لصحفيين من قبل الأحزاب مجتمعة بحسب، يعني الصحافي الذي يتكلم عن حزب معين، يعني الجهاز الأمني أو القضاء الذي يتبع لهذه الجهة السياسية يقوم بالتحرك ضد هذا الصحافي عبر استدعاء أو تحقيق، يعني أشكال الانتهاكات كثيرة. طبعا الدموية منها والاعتداءات المباشرة على الهواء كانت واضحة منذ العام 2019، وهي الفترة التي انقلبت فيها هذه الانتهاكات إلى مشهد أكثر دموية عند استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي والمطاطي من قبل الأجهزة الأمنية، والضرب المبرح من قبل الميليشيات التابعة لحزب الله وحركة أمل. ولكن أعيد وأكرر أن هذا لا يغيب أن في فترة من الفترات كان هناك بعض الاستدعاءات من أحزاب أخرى، فقط يعني لأكون موضوعيا من دون تغييب أي حقيقة في هذا الأمر. أستاذ رامي، هل تعتقد بأن الصحفيين يواجهون هذا الواقع بطريقة يحفظون فعلا شعار أن لبنان هو بلد الحريات، أم أن البطش فريق معين دمر هذه الصورة ولا حيلة بيدهم؟ أستاذتي العزيزة، لبنان تحول من وجه الإعلام الحضاري إلى بلد يخاف أن يقول الحقيقة في معظم الأحيان، يخاف الصحفيين فيه أن يقولوا الحقيقة. خليني أحكي الأمور مثل ما هي. بلبنان من وقت ما بلشوا باستهداف الصحفيين، قبل استشهاد جبران تويني الرمز وقبل استشهاد سمير قصير وقبل لقمان سليم، من أيام سليم اللوزي إلى هذه الأيام، الشهداء يسقطون، شهداء الرأي وشهداء الفكر وشهداء الكلمة الحرة يسقطون، ولا أحد يحصل حقوق هؤلاء الشهداء أولا، وأصحاب المهنة ثانيا، أصحاب القلم الحر والأراء الجريئة الحرة. لذلك نحن دائما الناس تقول لنا: ألا تخافون؟ تقولون أن حزب الله إرهابيا، تهاجمون حزب الله بكل وسائل وتقولون بأنه مصدر الإرهاب وتهاجمون العهد وتهاجمون آخرين. ونحن طبعا نخاف، نحن لدينا عائلات ولدينا أحلام ولدينا طموحات، ولكن عندما نرى أن من سبقونا لم يهابوا ولم يخافوا، عندما نشعر بأن هناك رسالة حقيقية نحن مؤتمنون على هذه الرسالة، يعني نحن كصحفيين في لبنان ما فينا نكون عم نشوف هيك الأمور عم تمشي وعم نزقف، وإلا ما نكون شهود زور حقيقيين. لذلك دائما نتهم باتهامات شائنة بهدف التشهير فينا وبهدف تشويه صورتنا لكي لا نؤثر أكثر فأكثر بالرأي العام. ولكن للأمانة والحقيقة، طالما هناك من يدعم هذه الكلمة الحرة، إن كان وسائل إعلام والحدث واحدة منها والعربية واحدة منها، والإعلام العربي أساسي، إعلام الخليجي في دعمنا وفي محاولة ضخ الأمل فينا لكي لا نيأس ونستسلم. لذلك دائما نحن موجودون لنقول كلمة الحقيقة، وهم موجودون ليقتلوا هذه الكلمة. ونحن لا يجب، أنا من هنا قلت أن صديقي جاد قال أن بعض الأحزاب، أنا لا أتكلم عن بعض الممارسات الصغيرة التي قد تحصل في بعض الأحيان، وفي أهم الدول في العالم قد تحصل بعض الممارسات الصغيرة، وهذه ليست مشكلة اللبنانيين الحقيقية. نحن نعاني من محاولة ترهيب ومحاولة قتل، من شيطنتنا، من تخويننا، من الضغط علينا، من تخويفنا بأذية عائلاتنا. نحن نعاني من محاولة تدجيننا، نحن نعاني من محاولة ترغيبنا في بعض الأحيان عبر تقديم ما لا يمكن رفضه،
ومع ذلك في معظم الأحيان نرى أننا نرفض ونقاوم. لذلك مهنة الصحافة في لبنان باتت أمام خيارين، إما أن تكون صحافي شاهد زور وصامت عن الحقيقة وبالتالي أنت شيطان أخرس، وإما أن تكون أنت مقاوم حقيقي لمنظومة الإرهاب وللذين يحاولون إسكات الحقيقة وتكون مشروع شهيد في أي لحظة من اللحظات، ما في بالنص. لذلك نحن اتخذنا القرار وسنستمر بهذه المسيرة. أستاذ جاد، هل يمكن مواجهة هذا الواقع بطريقة ما، أم تعتقد يعني يمكن توثيق ما يحدث وانتظار النتائج فقط؟ كما ذكر الزميل رامي، أولا أن الصحافي مؤتمن على الحقيقة، بالتالي هذه المهنة هي مهنة المصاعب، ومن يدخل في هذا المعترك يعلم جيدا أنه دخل إلى عالم خطر في ظل أنظمة قمعية. للأسف لبنان الذي كان يتغنى بعنوان الديمقراطية اليوم هو له صفة واحدة وهي الدولة البوليسية، الدولة القمعية. بطبيعة الحال كل صحافي في لبنان معرض للخطر بمجرد أنه يغرد خارج السرب وأفكار النظام تحديدا. في العام في الست سنوات الماضية التي كانت تحت عهدة نظام ميشيل عون، لا شك أننا وثقنا أعلى نسبة من الانتهاكات التي تخطت 800 انتهاك، وهذا دليل بالأرقام وليس اتهام سياسي، إنما هو دليل موجود في القضاء، في الإعلام اللبناني وفي المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، أن وضع الصحفيين في لبنان في خطر. هم مهددون بالقتل، بالخطف، بالمضايقات، بالشتم، بتكسير المعدات، بالاعتداء مباشرة على الهواء، وهذا حصل أكثر من مرة، لبل هو الأعلى نسبة من بين الانتهاكات في آخر 3 سنوات. أضف إلى ذلك أن ليس هناك أي مشهد يدل على أن هناك جهاز أمني مستقل أو قضائي يعيد النظر في هذه الاعتداءات لصالح الصحفيين أو يحاول ولو لخطوة واحدة في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، مما يعني أن هذا النظام بأحزابه وخصوصا حزب الله يعزز ظاهرة الإفلات من العقاب. شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي جاد شحرور، كنت معنا من بيروت. كما أشكر أيضا الصحفي رامي نعيم الذي حدثنا كذلك من بيروت. شكرا جزيلا لكما. صيف حار بانتظار العالم إن صحت التوقعات، فتحذيرات الأمم المتحدة من تشكل الظاهرة المناخية النينيو هذا العام تؤرق العلماء وتزيد المخاوف من تأثيراتها السلبية على العالم. ارتفاع متسارع في درجات حرارة المحيطات يؤرق العلماء ويزيد المخاوف من تأثيره على الاحتباس الحراري. تحذيرات أطلقتها الأمم المتحدة ترجح تشكل ظاهرة النينيو المناخية هذا العام، ما قد يدفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية جديدة. أما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية فتوقعت تشكل الظاهرة بحلول نهاية يوليو بنسبة 60% وبحلول نهاية سبتمبر بنسبة 80%. النينيو ظاهرة مناخية طبيعية تحدث في المتوسط كل 2 إلى 7 سنوات، وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهراً، وترتبط عموماً بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى. ظاهرة النينيو حدثت آخر مرة في 2018 وأتاحت المجال لحلقة طويلة من ظاهرة النينيا التي تسبب آثاراً عكسية خصوصاً انخفاض درجات الحرارة. لهذه الظاهرة المناخية عواقب وخيمة وتعتمد آثارها جزئياً على التوقيت، حيث تهدد النينيو الحياة البحرية بالدرجة الأولى لأن الأسماك لا تستطيع مقاومتها ومقاومة درجات الحرارة المرتفعة. أما تأثيره على البشر فلا يقل ضرراً، حيث يمكن أن تسبب الأعاصير وسط المحيط الهادئ وشرقه كارثة تضرب السواحل، فيما تتسبب بالجفاف في جزء آخر من الأرض، ما يهدد مصادر الغذاء العالمي المهددة أصلاً بفعل الجفاف وتغير المناخ. شدة ظاهرة النينيو أو مدتها لا يمكن توقعها، فموجتها الأخيرة اعتبرت ضعيفة مقارنة بالتي حدثت بين عامي 2014 و2016 وكانت لها عواقب وخيمة. إياد حمود، الحدث. ختام 19، إلى اللقاء.
لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.